بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. درسنا اليوم عن العولمة والعالمية. قبل ما ندخل في هذه المفاهيم، بدنا نعرف أنه الأمة الإسلامية حقيقة هي بتتعرض لمخاطر ولهجوم ولتحديات عظيمة جدا. أخطر هذه التحديات على الإطلاق اللي بتواجهها الأمة التحدي الفكري. التحدي الفكري ليش؟ لأنه العالم أصبح يعني في ظل الانفتاح أشبه ما يكون بالدولة الصغيرة اللي ذابت فيها الحدود بين الدول. كيف ذابت الحدود بين الدول؟ عن طريق تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، الانترنت مثلا. الانترنت ما خلى حدود، الحدود الجغرافية على الأرض موجودة، لكن في الفضاء لا يوجد هنالك حدود، لا يوجد هنالك حقيقة حدود. طيب خلينا نشوف الآن العولمة كتعريف. مفهوم العولمة، العولمة هي الانفتاح، الانفتاح بين شعوب العالم. كأفكار نحفظ التعريف، الانفتاح بين شعوب العالم وسهولة التواصل والاتصال بينها نتيجة إيه؟ نتيجة تكنولوجيا الاتصالات الحديث الناجمة عن التقدم العلمي اللي اليوم بيشهد العالم كله. طيب هذا المفهوم كمفهوم جميل حقيقة، لكن هو هذا المفهوم أبعد ما يكون عن العولمة. لا، مفهوم العولمة لنا يعني إلنا كثقافة البدنية، إحنا إلنا أفكارنا في حياتنا، إن العولمة معناها سيادة القوي وهيمنة القوي وسيطرته. سيادته مش بالسلاح وبالعسكر، سيادة القوى العسكرية والسياسية والاجتماعية والثقافية والأخلاقية والأدبية والفنية وكل مجالات الحياة. تمام، بدنا نشوف الآن طيب كيف ظهر العولمة وكيف نشأت العولمة. أول ظهور كان للعولمة في الجانب الاقتصادي المالي اللي كان يوجب إزالة الحدود والحواجز بين الدول وحرية انتقال السلع بين الدول، واستطاعوا على هذا من خلال الانترنت. الان عن طريق الانترنت تشتري وتبيع. تمام، اذا اول ما ظهر في الجانب الاقتصادي بازاله الحواجز والحدود حتى انها تسهل انتقال السلع. الاثنين في قضيه الظهور والنشاه، تم بعد ذلك توسع هذا المفهوم اللي هو العولمه ليطال مجالات الحياه كلها، السياسيه والثقافيه والتربويه والاجتماعيه جميعا. طيب الان بدنا نشوف ايش موقف المفكرين العلماء العقلاء، ايش موقفهم من قضيه العولمه. المفكرين قضيتهم من يعني موقفهم من العولمه، اول شيء انهم اعطوا مفهوم العولمه اهتمام كبير جدا يعني من حيث الدراسه. الامر الثاني، تباينت مواقفهم واختلفت ما بين مؤيد ومعارض. التأييد والمعارضة كانت حسب ايش؟ حسب صور العولمه وحسب اثار العولمه. اذا كانت هذا الموقف اللي اختلفوا فيه ما بين مؤيد وما بين معارض حسب انه شاف ايش هي العولمه، صورها، ايش اثارها السلبيه الايجابيه، ذاك شجع او ما شجع. طيب خلينا نشوف هاي الصور، صور العولمه. عندنا احنا اربع صور، اذكر اربعه من صور العولمه اللي هي العولمه الفكريه والعلميه، العولمه الاقتصاديه، العولمه السياسيه، العولمه الثقافيه والاجتماعيه. طبعا هذا ما خلى شيء، صارت سيطرة القوي وهيمنته في كل شيء. طبعا سيطرة القوي، انت بتقرب العولمة، اذا ربنا عز وجل يستر يوم من الايام صرت تقرا وقريت بالعولمة راح هذا المفهوم تحسه، لكن راح نحسه اصلا من خلال هذه الصور الاربعة، ان القضية مش انفتاح، القضية سيطرة، سيطرة القوي وفرض ثقافة القوي. بدنا نقارن الآن ما بين هذه الصور الأربعة من حيث الآثار الإيجابية، الآثار السلبية، كيف يتعامل معها. خلينا نشوف الآن العولمة الفكرية والعلمية. خلينا نشوف الآثار الإيجابية. راح نشوف أن الآثار الإيجابية ولا واحد منها للأمة الإسلامية، كله للأمم الكافرة، للقوي، للمهيمن، الدول الكبرى. والآثار السلبية كلها علينا، على الأمم العربية والإسلامية. كيفية التعامل معها راح تشوفوا انه القضية بتتعلق بالدول اكثر ما تكون بتتعلق بالافراد. طيب العولمة الفكرية والعالمية، الاثر الاول فيها انه تسهيل انتقال الافكار والمعلومات. عولمة تسهيل انتقال، سهولة انتقال وترحيل الافكار والمعلومات. عن طريق ايش؟ هذا اثر ايجابي جدا، عن طريق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة مثل ايه؟ مثل الانترنت. هذا اثر ايه؟ ايجابي. طيب خلينا نشوف الاثر السلبي. الاثار السلبي، واحد، وضع شعوب العالم في قوالب فكرية، نابعة من ثقافة الدول الكبرى الاجنبية المهيمنة. شفتوا كيف مهيمنة، هيمنة؟ ها؟ إذا شعوب العالم كلها حطينا لهم قوالب، القوالب هذه الفكرية، ما في قرآن ولا سنة، لا هذا قوالبك الفكرية. هذا قوالبك العلمية، من هون بتنبع ثقافتك،
تمام؟ عن طريق مين هم؟ من وين هاي جاي؟ من ثقافة مين؟ جاي من ثقافة الدول الكبرى المهيمنة. ويا ريت انهم ظلموا هون فقط، لا، انما النقطة الثانية من الآثار السلبية تهميش ثقافات هاي الدول الضعيفة، تهميش ثقافات الأخرى في العالم، تهميشها نهائيا. يعني انه صار الثقافة بيجي بيقول لك بدك ترجع لنا في قبل 1450 سنة، تخلف كذا وعالم بداوة ومش بداوة وإلى آخره، والقرآن كان له زمان والسنة كان لها زمان، واليوم احنا وصلنا في عصر التطور الحضارة والناس وصلت للقمر، وانت بدك ابصر ايش بتحكي من هذا الكلام. طبعا هو هذا اللي بحكيه لا وصل للقمر ولا حكينا كمان، وكمان فوق هذا انهم بيهمشوها انها كلها بتدعو للصلف العربي القديم انه كله حرب ومش حرب وكذا والى اخره. هذا حقيقة يعني تهميش، محاولة تخريب هذه الثقافات حتى أنها تحتل العولمة. ولا إذا بدنا نيجي نتكلم معهم، مين أكثر الناس حروب اليوم في عصر العولمة اللي بيقولوا عصر التحضر؟ حقيقة الحروب بالعالم كلها والإرهاب في العالم كله بتقوده أمريكا وإسرائيل، ومعاهم أوروبا، ومعاهم يعني المنافقين من هذه الأمة حقيقة يعني. لكن إذا بدنا نتكلم عن الإرهاب ونتكلم عن القتل والتشريد وكذا، تعال شوف القتل اللي بتمارسه أمريكا اليوم في دول العالم واللي ما بده إطار التفكير حتى نتعرف عليه. طيب خلينا نشوف الآن، ما دام إنه في عندي أثر إيجابي أثر سلبي، إيش كيف بتتعامل معها؟ بتتعامل معها عن طريق المحافظة على الهوية والثقافة الإسلامية، بدك تحافظ على هويتك، تعتز بدينك. الأمر الثاني الإفادة من الافكار، الافاده من افكار الاخرين، يعني افكار الكفار وقيمهم، ها، اللي ما بتتعارض مع القيم الاسلاميه. بدي استفيد من هذا القيم، من هذه الافكار اللي ما بتتعارض مع القيم الاسلاميه. يعني انت انسان بتكون عندك ثوابتك، ما بجيب اخلاق من عندهم، انا عندي ثوابت وعندي اخلاقي وعندي قيمي، بروح بجيب من عندهم، ممكن يكون في عندهم علوم استفيدها، ممكن وسائل في نشر العلوم استفيدها، مثل استفيد منهم قضية التكنولوجيا وغيرها. طيب العولمة الاقتصادية، العولمة الاقتصادية خلينا نشوف الآثار الإيجابية. الآثار الإيجابية تحرير أسواق التجارة بعدم وضع قيود على حركة السلع بين الدول، ما يكون في قيود. طيب هذا بيؤدي لإيش؟ هذا الأثر الإيجابي بيؤدي لإيش؟ بيؤدي للنمو الاقتصادي على المستوى العالمي، والأمر الثاني بيؤدي لتوسيع فرص المنافسة في تقديم السلع والخدمات. وين نمو الاقتصاد على المستوى العالمي؟ مين الدول؟ مين الدول المهيمنة؟ طيب والمنافسة، توسيع فرص المنافسة في تقديم السلع والخدمات تضطر أيضا للدول الكبرى المهيمنة. الدول الكبرى المهيمنة ليست بدول إسلامية، هي كلها دول كافرة بقيادة أمريكا وبقيادة اليهود. طيب الآن الآثار السلبية، شوف الآثار السلبية كيف أنها جاية على الدول العربية والإسلامية. استيلاء الدول الكبرى والشركات الكبرى العابرة للقارات على اقتصاد العالم. مين هم عاد الدول الكبرى والشركات الكبرى؟ كلها دول أجنبية وشركات أجنبية. عن طريق إيش؟ عن طريق تطويق الإنتاج القومي للدول الفقيرة والضعيفة. تطويق الإنتاج، بحاصر الإنتاج القومي، ها؟ بفرض عليهم يعني لو بدك تنتج قمح مثلا او كذا والى اخره، او بصير انت انسان محارب، بصير انت انسان لازم تاخذ قمحاتك من امريكا، لازم تاخذ هذا الاكل الاساسيات اللي انت بتقوم فيها حياتك، ما تاخذها من، ما تكتفي فيها ذاتيا في بلدك، انما تاخذها من الدول الكبرى. اذا تطويق الانتاج القومي للدول الفقيره والضعيفه، ايضا عن طريق ايش؟ عن طريق ادخال هذه الدول الضعيفه في منافسات غير متكافئه، دخلها في منافسات تجاريه كبرى وهي من موقدها، ولما تدخل وتخسر شو بصير؟ بتنهد الدوله. هذا بيؤدي لايش؟ هذا بيؤدي لايش؟ انه تطويق الانتاج القومي واستيلاء الدول الكبرى على مقدرات العالم، وكمان ادخال الدول الضعيفه في منافسات غير متكافئه وكذا، بيسوي الامر الاول زياده البطاله، اثنين تدمير اقتصاد هذه الدول. بطاله، بتصير الناس عطاله بطاله، مثل ما هو موجود في الدول العربيه والاسلاميه، حدث عن البطاله ولا حرج، حتى دول البترول. وتدمير اقتصاد هذه الدول. طب كيف بدنا نتعامل مع العولمه الاقتصاديه ما دام في لها الاثار الايجابيه والاثار السلبيه؟ بنقول اول شيء اقامه الاسواق الاقتصاديه الاسلاميه العالميه مشتركه. شيء بين الدول، مش انه اسواق اقتصاديه اسلاميه اردنيه، لا، مشتركه بين دول العالم الاسلامي. طبعا هذا بحتاج لمين؟ بحتاج لدول، مش انا وانت.
الأمر الثاني تشجيع المشروعات والاستثمارات الاقتصادية بين الدول العربية والإسلامية، بنشجعها، بنفتح لها المجال، بنسهل عبورها، بنسهل تمريرها، بنخفض الضرائب، وهكذا بصير إيه؟ بصير أنت تقدر تقاوم العولمة الاقتصادية لهاي الدول الكبرى. طيب، خلينا نشوف الآن العولمة السياسية. الآثار الإيجابية، حرية التفكير والتعبير عن الرأي. هذا أثر إيجابي، شوفوا عاد في الدول العربية والإسلامية قديش. في الدول الكافرة هذا حرية التعبير عن الرأي حدث ولا حرج، يعني عندهم حرية مطلقة. أيضا حرية الانتخاب والاختيار، لا بيع الصوت ولا كذا، لو صار في تزوير بحبسوهم هناك، مع في 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 بلاد المسلمين أبدا التزوير عندهم شيء رئيسي. أيضا النقطة الثالثة احترام حقوق الإنسان. النقطة الرابعة بالإيجابيات تحقيق السلام. هاي أربع نقاط عندي. طب خلينا نشوف عاد الآثار السلبية. الأثر الأول تحكم الدول الكبرى في مراكز القرار السياسي. لمين؟ للدول الضعيفة. تحكم في القرار السياسي، مراكز القرار السياسي، وين في مركز؟ هون القرار السياسي، هون كذا تتحكم في الدول الكبرى، وهي اللي بتعطيهم القرار اللي ينفذوه في حياتهم السياسية. الأثر الثاني إضعاف دور الدولة وسيطرتها على مقدراتها. ما لها دور الدولة، ولا بتقدر تسيطر على مقدراتها بحيث انها تصير تمارس السياسة بقوة. طيب خلينا نشوف الآن كيف بدنا نتعامل مع العولمة السياسية. نتعامل معها أول شيء العمل على تقوية العلاقة بين الدول الإسلامية. حتى نواجه هذه العولمة وسيطرة وهيمنة الدول القوية، انه الدول الإسلامية تقوي العلاقات ما بين بعضها البعض. هذا بصير ايش؟ سياسة قوية لما تقوى. والله لأن الدول العربية والإسلامية حينما تقوى، حينما تتكاتف وتقوى يهابها هذا الأجنبي ويخاف منها. الأمر الثاني العمل على وحدة الدول الإسلامية وتماسكها واستقلالها واحترام سيادتها. طبعا هذا كله ايش بكون؟ بكون ايه؟ لما انه كلهم يقتربوا من بعضهم ويصيروا في تقوية العلاقات بينهم، بصير الآن انه بتلاقي الوحدة مهمة عند الجميع، التماسك مهم عند الجميع، الاستقلالية واحترام السيادة. الصورة الرابعة اللي هو من العولمة، العولمة الثقافية والاجتماعية. العولمة الثقافية والاجتماعية، خلينا نشوف الآثار الإيجابية. حل المشكلات الإنسانية، هاي العولمة الثقافية. مثل ايش؟ مثل مشكلات البيئة، مثل مشكلات الأمراض والأوبئة، هذا اثنين. ثلاثة الحد من انتشار الجريمة والمخدرات والتهديدات النووية. طيب هذا وين هذا؟ أصلاً بجزء احنا بسمح انه نكون احنا حقول تجارب للنووي تبعهم، حقول تجارب للفيروسات اللي برموها في كل مكان، تمام؟ طيب لو بدي علقني يعني اقول ايش ليش السبب انه هذه المشكلات الإنسانية لازم تشترك الدول كلها، وهذا اثر ايجابي مثل مشكلات البيئه والامراض والحد من الانتشار، انه كل الانسانيه تشترك في حل هاي المشكلات. بنقول لانها اصبحت مشكلات عالميه وليست على مستوى دوله واحده فقط، فكان لابد من اشتراك العالم كله جميعه في حل هاي المشاكل، لانها اصبحت مشكلات ايه؟ على مستوى العالم، مش مشكله دوله ولا مشكله دائره معينه، انما هذه مشكله عالميه فالكل بده يشترك فيها. خلينا نشوف الآن الآثار السلبية. الآثار السلبية للعولمة الثقافية والاجتماعية تدمير الأسرة. هم الغرب أصلا مش محتاجين حد يدمر أسرتهم، أسرتهم مدمرة، لكن على تسليط على مين؟ على البلاد العربية والإسلامية. تدمير الأسرة. العمل اثنين العمل على إلغاء النسيج الاجتماعي للشعوب. نسيج منسوجة نسج العلاقات الاجتماعية بين المسلمين حقيقة. الأمر الثالث إلغاء الهوية والخصوصيات الثقافية. بدهم يخلصوا يعني يحاولوا يعتبروا الهوية الإسلامية مشكلة، ويصير المسلم لما بده يتكلم إنه أنا مسلم وهويتي إسلامية يصير يستحي من هذا الأمر. إذا في عندي ثلاث آثار سلبية لتدمير الأسرة، إلغاء النسيج الاجتماعي للشعوب، إلغاء الهوية والخصوصات والخصوصيات الثقافية. طيب إجي سؤال الوزارة طبعا، أذكر أمرا واحدا صحيحا لأثر سلبي من آثار العولمة الثقافية والاجتماعية، بحكي واحد من هذول الثلاث. طيب كيف بدي تتعامل مع الثقافة مع العولمة الثقافية والاجتماعية؟ بدي تتعامل معها كالتالي. الأمر الأول المحافظة على القيم والمبادئ والتراث المادي والمعنوي.
حافظ قيمنا مبادئنا، عندنا قيم. احنا عندنا الأمة العربية والإسلامية والأمة الإسلامية بشكل عام، كلها العالم الإسلامي عنده قيم ومبادئ حقيقة جاءت من عند الله وجاءت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي خير المبادئ وخير القيم. هذه واحدة. اثنين، تعميق التعاون بين الدول الإسلامية لمحاربة التخلف الفقر. تعميق التعاون بين الدول العربية والإسلامية لمحاربة التخلف الفقر. كيف بدي أحارب عن طريق إيش بدي أحارب الفقر؟ مثلا إنشاء مؤسسات إسلامية عالمية تعنى بالزكاة والتكافل الاجتماعي، مثل مؤسسة الزكاة العالمية. إنشاء مؤسسة، مش صندوق زكاة في الأردن وصندوق زكاة، لا، مؤسسة إسلامية عالمية بتعنى بالزكاة والتكافل الاجتماعي للعالم كله، بحيث إنه القضية مش والله في واحد فقير، القضية في عندي دولة فقيرة وفي عندي دولة غنية. لو صار في عندنا هذا التكافل الاجتماعي، مؤسس التكافل الاجتماعي، تجد الدولة الغنية بتوقف إلى جانب الدولة الفقيرة وهكذا، ولكن حقيقة لا حياتها لمن تنادي. والمحافظة على القيم والمبادئ تحتاج كمان لجمعيات إسلامية عالمية مشتركة، يعني بين العالم الإسلامي تتخاطب بينها بالقيم، وتتخاطب بينها بالأخلاق والنابعة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية. إذن هذه العولمة أصورها. خلينا نشوف الآن، يعني بعد ما حكينا عن العولمة، خلينا نشوف الآن العالمية. العالمية اللي نقصد فيها عالمية الإسلام. أما العولمة، الانفتاح التكنولوجي. الانفتاح التكنولوجي واللي أدى إلى سيادة القوي. طيب، العالمية، عالمية الإسلام. الإسلام متميز بالعالم، يوضح. لو بدي أسأل سؤال، وضح. أول إشي إنه الإسلام بتميز بالعالمية في أهدافه وغاياته ووسائله. في الأهداف والغايات والوسائل. ما في عنده هدف محصور في الجزيرة العربية أو في البلاد العربية أو في البلاد الإسلامية، لا، في العالم كله. هذه واحدة. اثنين، القرآن الكريم يوجه رسالة عالمية للناس كافة، فهو رسالة ليست خاصة لجنس دون جنس أو قوم دون قوم، مش لقوم معين ولا لجنس معين، للعالم كله. الإسلام خاطب، وجه رسالة لكل العالمين. يقول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. هذا يدل عليه، على عالمية الإسلام. الأمر الثالث أيضا في التوضيح، إنه الحضارة الإسلامية يعني حققت مفهوم العالمية بصورة واقعية. حققت الحضارة الإسلامية مفهوم العالمية بصورة واقعية، والتي تقوم على مبادئ كثيرة. عالمية الإسلام بتقوم على مبادئ كثيرة، منها العدل وأنصاف المظلوم، بصرف النظر من المظلوم. يعني مش مظلوم والله من المسلم مظلوم وغير المسلمين مش مظلوم، لا، والشواهد التاريخية كثيرة جدا. الشواهد التاريخية كثيرة جدا في تاريخ الدولة الإسلامية، كيف أنها كانت تنصف المظلوم سواء كان مسلم أو غير مسلم، وكان العدل سيد الأحكام عندهم. الأمر الثاني، رفض الاعتداء، سواء كان الاعتداء بصرف النظر، لأن الاعتداء الآن لو أني بقول والله اعتدت على مسلم، كلمة الاعتداء كلها غلط، يعني كلها إشي سلبي مش إشي إيجابي. طيب لو اعتديت على الكافر نفس الشيء، لا يجوز الاعتداء ابدا. اذا رفض الاعتداء. المبدا الثالث، الاعتراف بحق الاخرين في الدين والراي المخالف. حق كل راي، حق كل دين. احنا مش ملزم، يعني لا يجوز انك تكره الاخر على دخول دين الاسلام. الامر الرابع، عدم فرض سياسه التبعيه اللي بنراها اللي شفناها جلي وواضحه، قضيه التبعيه في العولمه. شو قلنا؟ العولمة سيطرة تبعية، تفرض على الشعوب الضعيفة أنها تتبعها، ولو ما تبعتها بتحاصرها اقتصاديا، بتحاصرها سياسيا، بتحاصرها ثقافيا، وبتقضي عليها وبتنهيها. طيب، إذا هاي عندي أربع مبادئ لعالمية الإسلام. في مظاهر عالمية الإسلام، خلنا نشوف من المظاهر. يعني في دلائل بتدل يعني أنه الإسلام هذا إيش عالمي. المظهر الأول، أن الله تعالى هو رب الناس والمخلوقات جميعا. إذا كان الله عز وجل هو رب الناس جميعا، مين ما كان، سواء كان عربي أو أجنبي، إذا الخطاب الرباني بده يكون خطاب واحد للبشرية جمعاء. تمام؟ إذا هذا عالمية الإسلام، مظهر من مظاهر عالمية الإسلام. اثنين، أن الشريعة الإسلامية شريعة ذات طابع عالمي، بتعالج مشكلات الحياة وبتتماشى مع التغيرات فيها وقابلة للتطبيق في ظروف الحياة وفي مجالات مختلفة من غير عنصرية أو انحياز. هذا الطابع الإسلامي، الطابع العالمي، تعالج كل المشكلات على مر الزمان والعصور.
بتتماشى مع كل التغيرات الشريعة الإسلامية، بتتكيف مع كل التغيرات، وبتفرض أحكامها وبتنزل أحكامها ومبادئها وقيمها الثابتة اللي بتستطيع هذه المبادئ وهذه القيم على مر الزمان وعلى مر المكان وعلى عبر العصور إنها تجعل من 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 تجعل من هذه الأفكار أفكار عالمية جميلة رائعة تسعى لإسعاد البشرية. تمام؟ طيب، تحقيق عالمية الإسلام بيجي عن عدة طرق، من خلال طرق معينة، مثل إيش؟ مثلاً بدي طريقين لتحقيق عالمية الإسلام. واحد، التعريف بالإسلام وما يقدمه من حلول للمشكلات البشرية وفق منهج علمي موضوعي. بعرفه إنه بيستطيع يقدم حلول للمشكلات وبعلم وبموضوعية. اثنين، السعي إلى بناء الشخصية الإسلامية المعاصرة على أساس الفهم العميق للإسلام لتكون قادرة على مواجهة التحديات، ومنها تحدي العولمة والتحدي الفكري. منها التحدي العولمة، أبني بالشخصية بناء متين على أساس فهم عميق لأفكار الإسلام، بتستطيع أن توقف في وجه التحديات. طيب، إذا هذا هو درسنا، بس بدنا نشوف بالله بعض الأسئلة اللي وجدت في الوزارة التوجيهي في السنوات السابقة. مثلا تقريبا كل ضع دائرة اللي اجا مثلا ضع دائرة العمل على حل مشكلات